السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا هذا السؤال يحتاج إلى وقفة أو وقوف لذكر السؤال، ومن ثم إن شاء الله راح نتابع ونتكلم عن الموضوع أثناء قيادة المركبة. يقول: عندي استفسار عن مكيف السيارة، تم تفريق وعمل فاكيوم لكمبرسر سيارة من نوع سوزوكي سويفت، وبعد البحث تبين لي أن الكمية الغاز المطلوبة 370 جرام زايد أو ناقص 20، وتم التعبئة وكانت درجة الجو الخارجي تقريبا في حدود 35، وكان تبريد المكيف 6.6 درجة، ولكن عند ارتفاع درجة حرارة الجو إلى 45 درجة تغيرت درجة التبريد ووصلت 15 في السيارة، يعني في الفتحة واقفة، والسيارة وصلت 15 درجة والسيارة واقفة لا تتحرك، المروحة ممتازة. ممكن تفسير الحالة للعلم أني تم تفريق غاز الكمبرسر من الـ H يعني الهاي سايد بمقدار الهوز الأحمر فقط أكثر من مرة، وضبط التكييف، وحاليا المكيف بارد، وين كانت المشكلة مش عارف. طبعا يا حبايبي في هذا السؤال هناك صراحة عدة نقاط يجب الانتباه أو التركيز عليها. النقطة الأولى، الأخ يقول بعد البحث، يعني ما عنده صراحة مرجع يستند عليه ككتيب أو منشور من الوكالة، زين؟ يعني ممكن يكون عنده كتيب الوكالة الخاص بهذه المركبة غير متوفر، أو ممكن تكون السيارة هذه مستوردة وارد من الخارج، وبالتالي كمية الغاز المطلوبة لهذا النظام غير موجودة، حتى الوكيل ممكن لا يستطيع أن يعطيك إياه إلا إذا كان عنده مرجع، زين؟ هذا واحد. الشيء الثاني، كان من الأفضل صراحة أن يراجع ورشة متخصصة في هذه المركبة أو في إصلاح هذه المركبات، أو يراجع الوكيل المعتمد لهذه المركبات لمعرفة كمية الغاز المطلوبة لهذا النظام لضمان أن الكمية هذه صحيحة 370. أيضا 370 زايد 20 أو ناقص 20 في اعتقادي أنا، في رأيي الشخصي، أن لا يوجد كمية بهذه، أو إضافة أو نقصان، خلنا نقول كمية إضافية أو ناقص في أي مركبة، تقريبا لا يوجد مقدار 20، لأن 20 كمية تكاد لا تذكر صراحة. كل المركبات اللي مرت علي تكون الكمية 50 وليست 20. يعني القصد من هذا الكلام أن إذا كانت الكمية التي ذكرها الأخ هذا هي 370 زائد 20، فتكون الكمية المطلوبة أو الفعلية للنظام في حدود ما بين، حطوها أنتم في حدود أو ما بين 350 جرام إلى 390 جرام، لأن الزايد أو ناقص 20 هي حدود الكمية
التي يحتاجها الجهاز. يعني إما أنك تعبي ناقص 20 من الرقم المطلوب أو زائد 20 من الرقم المطلوب، والرقم هذا راح يكون هو الوسط. يعني إذا عبيت 350 راح يكون عندك الغاز في المينيمم، يعني في حدود أقل مستوى مسموح به أو للحصول إلى على تبريد. وإذا عبيت 370 راح يكون الغاز جيد وليس ممتاز. وإذا عبيت 390 اللي هو زايد العشرين راح يكون الماكسيمم، أقصى غاز ممكن تشحنه للنظام. زين؟ أيضا يجب أن تأخذ صراحة في الحسبان دقة الميزان في هذه العملية. يعني هل الميزان هذا دقيق؟ الميزان غير دقيق؟ يعني ما هو الميزان المستخدم في هذه العملية؟ ميزان إلكتروني، ميزان من شركات معروفة، ميزان مال بقالة مال الفواكه؟ يعني في فرق، في فرق في الدقة. الأكيورسي، الأكيورسي تلعب دور. ممكن تكون الأكيورسي 1 جرام، 2 جرام، 5 جرام، 10 جرام، فتلعب دور. زين. وأيضا شو نسيت في خصوص هذا الموضوع، موضوع الوزن، خاصة الوزن. زين، مو مشكلة، خلاص. زين، الشيء الثاني إذا تذكرت بعدين راح أتكلم عنه، خاصة بالوزن، نحن نتكلم عن الوزن. الشيء الثاني صراحة اللي هو تكلم عن حصول على درجة تبريد 6.6 في درجة حرارة 35 درجة، و ارتفاع هذه الدرجة إلى 15 درجة في حالة ارتفاع، يعني درجة تبريد، درجة تبريد أو هواء التبريد الخارج من الفتحة، وارتفاعها إلى 15 درجة في حالة ارتفاع درجات الحرارة. على الرغم أنه يقول والله أنا عندي المروحة جيدة وكل شيء جيد، لكن قام بترقيص الغاز للحصول على هذه الدرجة من التبريد. يعني المشكلة الحين دخلنا في ورطة، يعني شحن أول مرة بالوزن الغير معتمد أو غير يعني دقيق، يعني هذا ممكن تشك فيه، يعطيك شكلك لأن ما عندك مصدر، ممكن السيارة قلت لكم غير مناسبة. ثاني شيء قام ونقص، نقص من الغاز بعد ما خلص عملية الشحن، نقص من الغاز للحصول على 6 درجات. زين. طبعا أكيد راح يحصل 6.6 عند انخفاض درجة الحرارة الخارجية، وما راح يحصل صراحة هذه الدرجة عند ارتفاع درجة الحرارة الخارجية، لأنك أنت يا عزيزي في مركبة، والمركبة هذه مثل ما تشاهدون فيها عدة، فيها شبابيك ومعرضة للضوء الشمس الحار والهواء. طبعا هذه كلها العوامل راح تغير في درجة التبريد. شبابيك ما شاء الله متروسة، هواء حار يرفعك، يلفعك من كل مكان، ودرجة الحرارة الخارجية 45 هو يقول راح تأثر على درجة التبريد. ما راح تحصل، وبعد السيارة واقفة، يعني عدة انت واقف وتبغي 6.6 مستحيل. لو شو تسوي ما تحصل، واقف في الشمس او في الظلة، او في الظلة واقف في الشمس او في ظلة،
ودرجة الحرارة 45 وفي ضوء شمس في الخارج. زين حتى لو كنت في ظلة وهواء حار وتتوقع انك تحصل 6 درجات ابدا ممكن تحصلها اذا مشيت، اذا تحركت المركبة، لان مع تحرك المركبة راح يضرب هواء لمقدمة المركبة وبالتالي يساعد على طرد حرارة الغاز فريون وحصولك على تبريد افضل. لكن وقوفك ما في هواء او ما في مصدر تبريد الا المروحة، والمروحة هذه هي عامل مساعد فقط وليس يعني عامل رئيسي في هذه العملية. لذلك تجد ان اذا مشيت بالمركبة خطوط طويلة تحصل التكييف يفرق عن استخدامه في المدن. في المدن التكييف يختلف او التبريد يختلف عن الخطوط الطويلة، الرحلات زين يختلف تبريد. في المدن تحصل السيارة تبريدها أقل، أضعف درجة الحرارة شوي تكون في التكييف مرتفعة، يعني مستحيل تحصل 6 درجات وانت داخل المدينة توقف تتحرك وتوقف تتحرك وزحمة السيارات وحرارة السيارات والبيئة المغلقة داخل المدينة، البنايات ما بنايات والشوارع. عكس يعني إذا تحركت بالمركبة أو سافرت فيها في الخطوط الطويلة تحصل السيارة تبرد حتى لو كان عندك تبريد ضعيف، يعني الفريون حتى لو كان ضعيف شوية تحصله لا بعد يبرد، أو المروحة الخارجية أيضا ضعيفة تحصل بعد الغاز يبرد. ليش؟ لأن فيه هواء مساعد ما شاء الله تبارك الله يأتي من كل مكان في مقدمة المركبة. زين هذا هو. فمشكلته أعيد وأكرر يا حبايبي الله يحفظكم، لا تحاولون تشحنون غاز وتفحصون درجة التبريد في مكان حار. يجب أن تكون درجة الحرارة أثناء صراحة شحن وتعبئة غاز الفريون في جراج مغلق، مش مغلق يعني مو مغلق يعني مو مسكر في الكامل، لا يعني ما في أشعة ساطعة ضوء أو أشعة شمس وضوءها يكون حار. يعني حاولوا تكونون في مكان معتدل الإضاءة، غرفة أو جراج أو مظلة فيها تهوية جيدة ولكن لا توجد حرارة فيها. ودرجة الحرارة يفضل أن تكون في حدود 25 درجة ولا تزيد عن 30 درجة ولا تزيد عن 30 درجة. لذلك تجدون بعض الورش عندما يقوم بتعبئة الغاز صراحة تحصله يصب ماي، يرش ماي، يحط ماي على الراديتر. ليش يحط ماي على الراديتر؟ ليبرد، لخفض درجة حرارة الفريون. تحصل الفريون يرتاح، يحصل له هواء، يحصل له ماي بارد يساعده، وهذا شيء جيد ولكن خطأ. يجب أن تكون المنطقة كلها باردة وليس فقط جزء معين. زين فدبروا حالكم، لا تشحنون على الناس يشحن لك في الشمس في الخارج، يجي يقول لك يلا أنت توقف له ويوقف يقول لك يلا بعبي الغاز وأنت داخل السيارة والشمس وما شاء الله وشبابيك، ما بتحصل تبريد. صعب تبريد راح يكون صعب. زين يلا أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك
وابدال الاعجاب، وايضا نشره محباكم. نشوفكم على خير ان شاء الله.